مالي مش عايز اتكلم يعني. عادي. امين. لا قول لي صح، كنت سهران فين امبارح؟ انت كنت سهران فين امبارح وانا بكلمك على الواتساب وبعت لك صورتين. بعت لي صورتين؟ اه. بقى بسميتك يعني انت كنت في البيت مع الوليه؟ في البيت ايه؟ ما تقعديش تشغلي بالك بالولاية الحوار. كل مرة انت بتقعدي تعملي حوارات مكلمة. انا برضك اللي بعمل حوارات. خلاص بقى انسى موضوع الولاية ده. ماشي. موضوع مشاكلنا بقى ونبحث عن ذاتنا بقى. انت وحشتني. انت قلت صوتك من البداية. في ايه يعني ما يسمع؟ انا بالك من الزبون ولا ايه؟ الزبون؟ على نفسك. مجهز لك بقى مفاجأة في العيد عالمية. بجد؟ هتفنديني فين؟ هنروح دهب إن شاء الله. الله أنا نفسي أروح شرم الشيخ ودهب. قول لي بقى أنت ما لبست في إيه دهب؟ أيوة نروح دهب. دهب سكة وشرم الشيخ سكة، دهب دي في اسكندرية. صدق كنت فاكرها في شرم الشيخ. راجل عسكري. يعني هتخليني ألبس المايو كده وأنزل زي البنات الأجانب كده ونخربها في البحر. مايو ليه وأنت الشنب ده على حمودة؟ فيها ايه؟ طب الاجانب بيعملوا كده مع مراتاتهم وبينزلوا الاجانب بقى، والاجانب بقى لحم تخين بقى، احنا مالنا بقى؟ معلش يا باشا يعني مصدعينك بقى. عادي مصدعينا. الله يبارك لك، الفت لك شعر ابن نجينا. يا لهوي سمعني سمعني. بحب الكلمه ناسيها، بعيش قربك معانيها، بلحنها واغنيها انا اغني. يشوفوك ده انت هتخرب الدنيا والله. والله العظيم ثلاثة ده كرم من ربنا على هيحصل كله بالصبر. بلا تاكسي بلا قرف. ليه يعني؟ تاكسي انا نشأ ايه انا برضه؟ بس يعني. انت لما تبقى مشهور كده والناس يعني انا لما ابقى مشهور ما انت هتطلعي عيني برضه وهتعملي لي حوارات والبنات بقى والدنيا ولا؟ ده انا معاك على الحلوة على موت انا وعيد السنة بت. مش كفاية مستحملة مراتك؟ ضحينا ليه ما تعملي سبب؟ هو ماله؟ المهم بعد ما تنزله هنروح على فين؟ يا نهار اسود. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هدى 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 ايه اللي جابها هنا؟ هدى مين؟ هدى مراتي. بقول لك يا باشا 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 انا اسف معلش يا باشا انا عارف هتطلب كتير بس انا اسف معلش هتقعد جنبك بس كانها خطيبتك والنبي عشان مراتي. اقعد جنب مين؟ معلش معلش عديها بقى عديها لقاء ما ينفعش. عديها؟ انا اسف انا اسف عشان خاطر معلش. يعني انت شايف كده؟ معلش طب اقول لك على حاجه. انا هطلع جدع معاك ماشي؟ انت طول عمرك جدع اقسم بالله. بس بعد الموقف ده ولا عايزه اعرفك ولا عايزه اشوفك وامسح رقمي من عندك. سكتي بس عشان خاطر وهوريك جدعنتي. طب نتكلم في ده بعدين. خلاص ماشي يا حبيبي. نتكلم في ده بعدين. نتكلم بعدين. افتح لي الباب ده بس. معلش يا باشا اخد جنبك انا اسف. انا اسف يا باشا انا عارف ان طلب ده. معلش بالله عليك. بالله عليك ما تزعل مني. بالله عليك ما تزعل مني. معلش يا باشا انا مؤاخذ. ايه يا حبيبتي؟ هي فين؟ هي مين؟ اتكلم انت. مين اللي هي فين؟ صاحبتك اللي كانت معاك. ايه يا بت في ايه يا بت؟ عيب مفيش صاحبات. في ايه؟ صاحبك يا اخويا كلموني وقالوا لي ان هي معاك دلوقتي. معايا معايا ايه بس عشان معايا زباين ما تحترمي نفسك. وانا مالي مال الزباين يا اخويا. خلاص بقى عندنا بيت يلمنا بقى. اهو امي. ماشي انا هعرفك البيت ده هيحصل فيك ايه. ما تهدى يا هدى بقى. ماشي اهدى. بتعرف واحدة عليا يا عيرة الرجالة. خلاص عيب. خلاص طب عيب بقى. عميد في عميد. انت ما تتكلمش معايا خالص. واحد من العريض واحد من العريض. اهدي بقى اهدي بقى. مالكش دعوة انت مش عايزة تتكلم. انت مالكش دعوة للراجل يا حبيبتي. جزء خلاص اهدي بس بس خليك معايا بس. ما تتكلميش معايا خالص. بس معلش خليك هنا بقى. خليك هنا معايا بقى. كده ما تتمنش دعوة عليا خالص. طب اهدي بقى اهدي. طب عشان الناس عيب عندنا كتير من عيب. هو انت خليت فيها عيب ولا جيلة؟ ماشي يا عيرة الرجالة. طب عشان خاطري عيب. ماشي. لا اله الا الله. ترى ايه يا راجل انت بتقعد عدل؟ في ايه؟ ده ايه القرف ده؟ في ايه يا عم مالك ومالك؟ هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ انت مش عارف في ايه؟ لا اله الا الله مالك يا جدع انت في ايه؟ مفيش ما تحترم نفسك يا عم. احترم نفسك. انت مالك يا اخويا؟ استني بس استني. لا ما ينفعش. ما هو الشنب ده مش مالي عين ولا ايه؟ طلع لك شنب يا اخويا وبتعرف واحدة عليا يا عيني. تعبني يا بت بقى. بت لما تبت. اتعدلي. عايز اسمع صوتك. اتعدلي بقول لك. ما تقوليش اتعدلي. انا مش شغالة عندك. لا ده انت زودتها قوي بقى. الله 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 الله. لو انت مش حاسس في ايه مش شايف انت ايدك بتسرح فين ولا ايه؟ بتسرح. ثواني بقى ثواني كده معلش يا صاحبي. ثواني لا مؤاخذة عشان انت شكلك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط وعايز حد يظبطك. انت شكلك مظبوط يا عم انت وهي وايه؟ هو انت ايه ده ايه ده ايه ده
كده شويه ايه ده انت بقى دلوقتي ايه ده يا ادنان احنا في العربيه ولا ايه؟ ولا ايه وهي عيالتها اللي بتعمل ايه؟ يا عم انت اللي في ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ مالكش دعوه بيها انت مالك بس انت مالك في ايه؟ انت مالك في ايه؟ انت مالك في ايه؟ بس خلي معايا انا هنا خلي معايا مالكش دعوه بيهم طب اخرسي دلوقتي اخرسي بقول لك يا بنت بنت مع بعض شكلكم يا عم اصل انا هقول لك يا عم على اول اسم يا عم بص قلت لك يا عم خلينا نمشي يا عم ولا الزبت يا عم الله على انت بقول لك ايه خلاص مش هتعاص يا عم بقول لك ايه تعال بقى يا عم بقول لك ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بس زي الحلقه دي ولا من زعيم؟ ماشي ما شاء الله ليك في مشاع شاب باشا فيلا 5 شراشات ماشي فن ما شاء الله على مالك شكل حضرتك كده هيبه ما شاء الله اول ما ركبت الله يخليك والله العظيم هيبه يعني تعيش شكرا ربنا يبارك بشرة معاليك لونها كده واخد لون لوحده رباني حبيبي ولا حابب تحط كريمات معينه؟ لا يا فندم مستعملش مش تستعمل حاجات؟ لا مش حابب حضرتك تجرب تستعمل كريم؟ لا مش حابب انا ما عنديش مشكله في البشره بتاعتي عشان احط كريم لا هي مش مشكله واحنا عندنا ساعات البشره بتبقى في بشره حساسه من الشمس بشره بتاخد لون مختلف من الشمس ده حقيقي انما بشره حضرتك علشان هي بشره عظائميه في انواع البشرات انواع في بشره هلاميه بشره عظائميه بشره لونديه النزع بشره حضرتك عظائميه تدل على عظمه الشخص شكرا حبيبي تعيش بجد مع لون العينين مع الشنب الابيض بالاسود بيدي بلاك كوميدي او بلاك ميرور بيدي بلاك وبيدي اي حاجه بلاك انا مش فاهم بس شكرا اذا كان كلام كويس والله هو كلام لا اكيد يا فندم حضرتك شرف لينا والله العظيم طبعا حضرتك اكيد عارف ان الشغل مش عيب يعني طبعا مش عيب انا في الاساس مش سائق يعني مش سائق تاكسي انا في الاساس مش سائق او في الاساس انا مش سائق تاكسي انا 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 انا, أنا, أنا معايا بكالوريوس علوم وعندي معمل صغير جدا بصنع فيه كل حاجه كيميكال وكلها حاجات كيميكال طبيعي برافو يعني كيميائيه طبيعيه يعني بيور برافو او الحمد لله لو حضرتك حابب تشوف معايا انا معايا دي حاجه ده اسمه جولد يعني اولد جولد يعني كل ما حضرتك تكبر تصغر سبحان الله ده ميدن فيوم بس ما يغركش انه ميدن فيوم ميدن فيوم اندر سلم يعني تحت السلم بس مصنع جامد كبير ما يغركش وده يناسب حضرتك جدا لو ينفع مع حضرتك حاجه تحبه طب بلاش ده خالص انا معايا حاجه تانية برضو لو حضرتك حابب تشوفها اسمها ليفه مشكاح اسمها الليفه بتنزل على جثه حضرتك ما شاء الله لو في طبقات من الجلخ ما بستعملش اي طبقات من الجلخ او الصدى يعني لو في صدى على جلد حضرتك دي اسمها ليفه مشكاح الدباح تنزل تكنس تمسح يخش بعد منها الطبقه الثانيه تنعم تصنفر تمحر تبيض ده على اساس ان انت هتعمل حيطه يعني لا ده ما هو لو حضرتك مثلا عندك يعني مثلا ممكن يبقى في طبقه خرسانيه من القشف مش بستعمل لو في طبقه خرسانيه على فكره انا بستعمل ما انا مع حضرتك وانت كده ماشي على مهلك خالص وانا بلاش حضرتك دي اسمها القروبه دي اسمها القروبه معايا القروبه دي بقى دي القروبه تخلي مراتك بعد اول حمى تدوب فيك دوبه القروبه في اول حمى تدوب فيك القروبه دي بتاعت معين يا ريس يا فندم معين يا فندم انا اللي بصنعها ده انا اللي حدد الحلل يا استاذ يا فندم انا اللي حدد القروبه دي معروفه في كل حته بلاش القروبه انا معايا حمام كريم يا فندم لو حضرتك حابب تشوفه حمام الكريم ده متعتق زي بالظبط انواع الخمور الغاليه جدا حمام الكريم ما يغركش ان هو بجناحين اسمه ما شاء الله حاجه التراب اللي فوق ده بيطير يعني لا مش بيطير ده اسمه ابو جناحين علشان اللزقه فكت فلازم تطلع لها اسم
فبدل ما اللزقه تفك يبقى بجناحين على طول. زي ما حضرتك شايف ده ممكن حضرتك تشم منه شمه؟ لا لا حضرتك ما لا بقرف يا راجل. لا مفيش قرف ولا حاجه حضرتك. بقرف. ده حمام كريم علاج. لا ما هو انت في ايه؟ انت هتشممني العافيه؟ لا بلاش، يبقى ده مش مناسب مع حضرتك. معايا كريم شعر بتاع التيق سنه 33. لا حول ولا قوه. ده من سنه 33 الكريم ده حضرتك. لا اله الا الله. حضرتك الكريم ده لو حضرتك حبيت تجربه اسمه طرب لي وشي بسرعه. لا ارجوك محتاج طرب انت بقى والنبي. لا انا ممكن حضرتك تجربه. لا مش عايز. بلاش ده خالص، بلاش يا فندم. يبقى كده من الواضح ان حضرتك مضطرب نفسيا ومحتاج اي حاجه تهدي اعصابك. مضطرب نفسيا؟ انا اشتكيت لك. هو انت دكتور نفسي ولا ايه؟ ما هو باين على حضرتك. لا انا مش مضطرب ولا حاجه ومش عايز خريج علوم يا استاذي. انا خريج علوم. مش عايز ام المنتجات بتاعتك دي. كده من الواضح ان حضرتك مضطرب نفسيا ومحتاج اي حاجه تهدي اعصابك. مضطرب نفسيا؟ انا اشتكيت لك. هو انت دكتور نفسي ولا ايه؟ ما هو باين على حضرتك. لا انا مش مضطرب ولا حاجه ومش عايز خريج علوم يا استاذي. انا خريج علوم. انا مش عايز ام المنتجات بتاعتك دي. بلاش المنتج ده خالص. كل المنتجات مش عايزها. عايزك توصلني وبس. دي علبه كريم دي تعتيق سنه 23. اه لا لا طب حضرتك شم بس. سبحانك. حضرتك شم. مش عايز اشم. لا 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 شم. مش عايز اشم. مش عايز. لا لا حضرتك دي ميدن طلبيه. كمان ميدن طلبيه؟ دي ميدن طلبيه. ما عندكش حاجه ميدن الطوابق؟ لا في فعلا معايا ميدن طوابق بقى. حاجه تعجبك قوي. دي ميدن طوابق. راحت فين؟ شكلك هتزهقني وانا خلق ايديا. مش دي. شكلك هتزهقني. مش بزهق. بلاش والله هتزهقني. طب انا استاذن حضرتك وانا خلق ايديا وما عنديش مراره. طيب. يعني ممكن تلاقيني قلت ادبي في كلمه. طيب لو حضرتك حابب حاجه زي كده مثلا اعمل بيها ايه لا بقى؟ لا دي حاجه دي. لا دي حاجه للمدام. حاجه كده اعمل لها مفاجاه. دي والمدام لما افكر اشتري لها حاجه زي دي انا هروح اشتريها من محل او هشتريها منك؟ ما ممكن تكون انت المقاس. المقاس حضرتك اضرب المقاس. خلاص بلاش دي. خلاص خلاص يبقى نشوري حضرتك حاجه اسمها. ما لا ما تورينيش حاجه بقى بالله عليك. بوكسر الحصان. بوكسر الحصان كمان. بوكسر بوكسر الحصان كمان. بوكسر. طب حضرتك شوفه معايا. شوفه. مش عايز اشوف. شوف بوكسر الحصان. بص يا فندم ده بوكسر الحصان. ده بوكسر اسمه بوكسر اللاف. ده اول ما تلبسه بتقلب حصان. اسمع مني مراتك هتتبسط. طب جدا. طب شيل بقى الكلام ده. شيل بقى الكلام ده. مراتي هتتبسط ومراتي مش هتتبسط. طب بلاش ده. وهقل ادبك. لا ما اقصدش. وبعدين هقل ادبي عليك. طب بص ده اسمه الازرق دلومه. هتتهان. الازرق. الازرق ماشي. خليهم لك. خليهم لك. البسهم انت. ده لون البحر. البسهم انت. لون البحر يديك طاقه. يا ريس على ابو البحر على ابو الهيزم. بيدي حضرتك طاقه. يا ريس شيلها. مش عايز حضرتك الكلام مش هتنزل ومش هحلك غير لما تشيل مني. مش هنزل ومش هتحلني. لا هنزل غصب عنك. والله حضرتك ما تقدرش. والله هنزل غصب عنك. حضرتك تنفعني. تحب تشوف انزل ولا لا؟ ما فيش نزول. بس اهدى كده. تعالى بس حضرتك. اهدى بس حضرتك. اهدى ايه؟ انت هتعمل لي كده. بص انا اكتشفت حاجه. بقول لك ايه؟ ايد حضرتك عرقانه يبقى محتاج معايا. مش محتاج. استانلس. ده اعمل بيه ايه؟ استانلس. ده اعمل بيه ايه؟ الاستانلس ده يشيل طبقه الصدى اللي على جتة حضرتك. على جتة حضرتي طبقه. طبقه تصدق الصدى. انت قليل الادب. لا 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 حضرتك ما تضربش. انا مش قليل الادب. مش جدع. ليه بس كده؟ عشان انت عمال تقل ادبك. انا مش قليل الادب. انا خايف عليك. تقول لي بوكسر وتقول لي اندر وتقول لي مراتك هتتبسط. يا فندم انا وتقول لي ليفه وتقول لي جلخ وتقول لي صدى. حضرتك مش حبيبني. حضرتك عشان انا شقيان وتعبان. شقيان ايه؟ شقيان وتعبان. عايز اشتغل. عايز احلل اللقمه. ما تصعبطش على امك. عايز احلل اللقمه. ما تصعبطش. انا مش بستعبط. والله هضرب امك. هضرب امي. هزقلك خليك. عشان انت تعتقلني في العربيه. هعتقلك طبعا. ازاي تعتقلني في العربيه؟ حضرتك لازم نتخلص من طبقه الصدى. والله لو خدت بوكس هتطلع طاير من الشباك. يبقى انت تديني بوكس واديك صابونه لوكس. تحترم نفسك بقى يا عم. انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط. خلاص 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 خلاص. تعالى بقى انزل معايا. عايز اهزر معايا. بص 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 دي كاميرا. دي كاميرا. ده مقلب. مقلب ايه؟ مقلب. والله والله ده كريزي اكشن. ده مقلب. حضرتك بتضرب جامد قوي. انت بتتكلم بجد؟ والله ده مقلب. حضرتك بتضرب جامد قوي. حضرتك بتضرب جامد قوي. خرجتني عن شعوري. لا خالص والله. مذيع ولا ما مذيعش بقى؟ اتفضل يا حضرتك. كل سنه طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك ايه يا علي؟ ايه قلب علي؟ امبارح ودعنا وروح مش جاي ومش جاي. يا راجل اسمع بقى. ايه قلب القلب؟ احلى يوم في حياتي. اقسم بالله انا هعوض لك
كل الايام الوحشه اللي شفتيها في حياتك معايا. بس المخفيه مراتك دي بس ما تبقاش لازقه جنب التليفون. بحس انا بتنرفز قوي اول لما بسمع صوتها جنبك. يا ستي سيبيها على الله بقى، ما تقعديش كل ما نتكلم في حوار يا لولو تقولي لي مراتك مراتك، عشان الحوار ده خلي بالك بيعمل لي الساكت امبلة. يا حبيبي ما هي دي عقدتي في حياتي. سيبيها على الله بقى، كله بالصبر، كله بالصبر. ما تسمعني شاري من اشعارك. سمعي. الحب حالة. الحب مش شعر وجوالة. يا لهوي. الحب إن قلب حبيبك أنت جب الحب حالة. بدوب من كلامك بدوب. أقسم بالله أنا يا بنتي بتدوب إيه؟ بتدوب إيه ده عشان أنت رومانسية. عشان أنت حبيبي بس. ما تبقاش إحنا آسفين معلش اتفقنا. خد راحتك بقى آسفين على إيه بقى؟ آسف يا باشا والله الدنيا في ال لا لسه خد راحتك يا باشا. يا عم الله يصلح حالنا وحالنا. آه مصر ياما. يا سفينة فلاحينك ملاحينك مدحينك يا لهوي شد حيلك الله عليك شد حيلك بقول لك ايه شاعر وشعر حب وحبيت سهر وسهر سفر وسافر ياما دلع دلع قوي اعمل ايه تاني يا بنت اتجوزني بقى لا حد هنا وبشد فرامل العيال ليه بقى؟ عشان ام العيال رضيه اعمل ايه طيب ما انت يا راجل طلقها واخلص امال شنبك ده ليه؟ اطلق ايه؟ طلقها ده ديزل يا نهار اسود بقول لك ايه؟ ايه ده؟ هدى هدى مين؟ باشا هدى مراد باشا نعم معلش معلش لون اسف باشا هتاخد لولو جنبك معلش ياخد لولو مين؟ معلش لولو معلش انا هاخدك اصلا ده انا العيش لا في ايه معلش في ايه بس بقى كده عشان خاطر اقفي جنبي في ايه؟ تصدق ان انت راجل مهزق وانا غلطان اصلا اني عرفت واحد زيك وعشان اعرفك اني جدع واجدع منك واحسن منك هعمل معاك الجميله دي ومش عايزه اشوف وشك ولا اشوف رقمك على تليفوني تاني قلنا نتكلم افتح لي الباب بس خلص مش عايزه اعرفك تاني يا علي خدها جنبك يا باشا معلش عشان مرتي هتعمل انها مراتك خش يا عم اعمل انها مراتي انا اسف انا اسف الله يبارك افتح يا عم الله يبارك لك يا باشا عشان مراتي زق معايا اليوم الله يبارك لك ده انا هروح في ده خش اقطع في ايه الناس ومش مهم ده بس بقى مراتك يا باشا خلاص بقى الله يكرمك مين اللي مراتي؟ اللي قاعده جنبك بقى مراتك يا باشا بقى عشان البيه خايف من المدام ماشي لا حول الله رب لا حول ايه يا دودو يا حبيبتي تعالى هي فين؟ يمين هي فين؟ بس وطي صوتك عشان هي فين؟ يمين يا يا بنت يا مصاحبة اللي مصاحبها عليا مفيش حد مصاحبة بنت بقى بقول لك ايه هتنطى دلوقتي حالا هي فين وانا هفرج عليك خالق يا ستي مفيش حاجة عيب بقى معايا زباين بقى ما تلم نفسك يا بنت بقى انت عليا واحدة يا هبة الرجالة هعرف عليك ايه لك شنب وبتعرف واحدة عليا طب ايه لابس الشنب ما تمديش ايدك عشان ما انا زباين ده انا هرد عليك خالق ده انا هوريك اللي عمرك ما شفته يا بنت معايا زباين يا بنت وانا مالي ومال الزباين يا اخويا ما تهدي طيب ما تتكلمش مالكش دعوة انت خالص خلاص عشان الناس بس يا بنت العضاضة يا بنت العضاضة يا بنت العضاضة ما تتكلمش قلت لك مالكش دعوة انت كبرت وبقيت تعرف واحدة على مراتك انا كنت صغير ولا ايه؟ ما تكفرلكش مش مالي عينك انت كمان ايه ده في ايه؟ يا ربي على القرف في اليوم اللي مش معدي ده يا عم مالك يا عم انت في ايه؟ خلاص مفيش تقعد بأدبك اقعد بأدبك مش عايز اخرب عليك انا مع خطيبتك وانت مالك خطيبتك ايه يا ابو خطيبتك؟ مفيش حاجة بص قدامك يا اسطى بعد اذنك بقولك يا بتنكي بس 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 خلاص خلاص بس 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 خلاص بقى خليكي هنا بقى بس 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 طب خلاص بقى خلاص عشان الناس الله انت بتعمل ايه يا نهار اسود انت بتعمل ايه يا معلم يا بص ما عملتش حاجه ما عملتش ايه ما عملتش حاجه بقى بسمتك ودينك يا ريت ما عملتش حاجه ايه ده ايه ده ما عملتش ايه مسكتها وانا مسكتك في ايه يا باشا انا ما عملتش حاجه بس ايه ده ايه ده استني بس اهو ده دلوقتي استنى بس استنى يا هو ده انا عايز افهم اللي هياخد انا عايز افهم انتوا ايه ده كنت جبت العضاضة يخرب بيت بس 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 انتوا نصابين وحرامية حرامية ايه على الاقل؟ انتوا نصابين وحرامية انتوا نصابين بس بس
بس بس بقول لك ايه بنهزر. بص دي كاميرا دي كاميرا هو يا عم بلا كاميرا بنهزر بنهزر هو يا عم بنهزر بنهزر معاك والله كاميرا بس 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 كاميرا انت بتصور دلوقتي بتصور والله العظيم ده هزار صور صور ازاي يا عم مقلب 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 ايه يا عم الساحه دي جايبها منين انت جايب الساحه دي منين يا عم يلا معلش اتحرش بالبنت انا ما اقدرش اتحرك انتوا اللي قلتوا نصابين عليا لا لا انت دورت الدنيا كلها حبيبي نزيل الحلقه دي ولا لا حبيبي زيها يا باشا انا فين يا فندم جيزه اتفضل يا فندم حضرتك منور الدنيا كلها انت اللي منور والله حضرتك شغال هنا ولا اساسا من الجيزه لا كنت هنا عند اخويا وشغال وقعت في الجيزه احسن ناس اهل الجيزه انت احسن رب كون ميزهم بميزه انا اساسا في الاصل يعني انا مش سواق يعني انا خريج كليه علوم وكده وعندي معمل صغير كده بصنع فيه حاجات كيميائيه لو حضرتك حابب تاخد خلفيه يعني ماشي يعني انا معايا كريم اسمه زاولني وازاولك ده الهم طايلني وطايلك ده انا اللي بسمي الاسامي دي علشان دي حاجات تبقى طبيعيه وتبقى للشعب المصري نوع الكريم ده حضرتك مجرد ما بتحطه يعني بوش حضرتك زي ما انت شايف كده مليان تجاعيد ومشقق من كل حته احنا نقدر نتخلص من كل ده بالظبط في دعكه او اثنين او تدليكه او اثنين من الكريم ده لو حضرتك حابب تجربه ده معايا ده سعره حوالي 60 جنيه بس بعد الخصم بتاخده وتاخد عليه 8 هديه فهو كلهم عاملين 12 جنيه تمام ده ميدين فيوم المصنع بتاعي انا اللي بصنع الكلام ده يدوي وكله حاجه كيميكال حاجه طبيعيه كيميائيه طبيعيه فسيولوجيه نفسيه احلى من بتاع الشوارع بالظبط ايوه بالظبط معايا برضو حاجه تانية انت شكل حضرتك حد فاهم قوي دي اسمها ليفه الدباح دي ليفه الدباح بتشيل طبقات الجلخ من 12 سنتي لحد 37 سنتي ومتهيألي ان عند حضرتك طبقات من الجلخ والقشر طبقات كبيره دي بتشيلها مع اول حمام لا حضرتك ازاي حضرتك ما تعرفش نفسك لا ما عنديش لا حضرتك عندك لا انت متخلف ولا ايه لا مش متخلف انا ما اقصدش انا بقى بشرح لحضرتك لا انت متخلف وحمار لا 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 حضرتك ليه غلط انا بشرح لحضرتك لا 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 طب انا هقول لحضرتك على حاجه دي اسمها القروبه حضرتك مجرد ما تستحمى بيها مره تلاقي مرتك بتنادي عليك تقول لك على فين يا قروبه تعالى انت تعبان لا انا مش تعبان بلاش يفوت تعبان الصباح بص يا فندم انا معايا حاجه اسمه ده حمام كريم اسمه حمام كريم ابو جناحات الطاير ده مشهور في منطقه الطلبيه جوه والعمرانيه ومنطقه الجيزه فيصل وفيصل حضرتك اكيد جربته قبل كده ده اسمه طيرني وطيرك انت مجنون لا مش مجنون لا مجنون لا والله لا والله مجنون لا مش مجنون اصطبحت انا بوش مين على الصوت لا يا فندم لا والله والله اصطبحت بوش مين بلاش طيرني وطيرك لا حضرتك البوكسر ده اسمه بوكسر الحصان الثائر يعني حضرتك مجرد ما تلبس البوكسر ده بتحس بحاجات غريبه جدا بتتحول الى حصان ثائر ما بلبسهمش عيان من غيرهم ما بتتعاملش بلاش لا بتعامل بس من نوع حلو ماشي من نوع ده مش حلو يعني بلاش ده يا فندم طيب لو بالنسبه حضرتك عندك في البيت مثلا الزوجه او حاجه عايز تجيب لها هديه ما تخبطش مش بخبط والله ما تخبطش انا بوري حضرتك حاجه انت مجنون لا والله مش بلاش خلاص مجنون انت يعني طيب حضرتك تجرب معايا زيت الوراق ده زيت الوراق يا عم انا هادي لا اله مالك ايه ده اسمه زيت الوراق اهدى اسمه دلكني ودلكك يا عم اهدى يا عم لا اله الا الله اهدى يا عم مالك في ايه مالك في ايه لا اله الا الله اهدى بس روق بس في ايه بس روق اهدى احنا بنهزر معاك اهدى بتهزر ايه دي كاميرا والله دي كاميرا خفيه اهدى ده مقلب واحنا بنهزر معاك ده فعلا اوعى تتكلم معايا كده خالص بتكلم معاك اوعى لا مفيش كلام ده انا ركبت مع واحد مجنون ولا ايه مش عارف انا انت مالك مطبق ايدك عامل كده ليه مش عارف في ايه ده اسمه زيت تدليك الوراق يا عم حاسب العربيه لحظه ايه ده يا عم لحظه واحده انا هادي نزلني انا هنزلك حاضر نزلني يا فندم
لحظة. انا بقول لك نزلني. حاضر. انت باين عليك شرب سيجاره ولا حاجه؟ لا انا مش طالب. فوت انت. انا لحد دلوقتي فوت حضرتك. انت مفوت. انا مش هحل. انت مش هحل لك. انت مفوت. لا 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 حضرتك احنا بنهزر معاك. انت مفوت. بنهزر. بص الكاميرا اهي. الكاميرا اهي احنا بنهزر. الكاميرا احنا بنصور. ده هزار. ده هزار. مقلب. انت مفوت. ده مقلب. مقلب. مقلب بنهزر معاك. الحلقة دي ازاي؟ اتسجلت في رمضان ان شاء الله في رمضان. يا عم رمضان ولا غير رمضان انت مش ضربتني قدام في وشي. معلش عايز ايه؟ نزيع ولا ما نزيعش؟ لا نزيع.